بدون التحرير. هو ده الميدان اللي كانوا قاعدين فيه كوبايتين هنا وهنا وهنا هنا وكده وكده وقعة الجمل كانت هنا على فكرة صح؟ وقعة الجمل هنا الحتة دي كده كده هو ده الميدان بقى كده ودي الجامعة الأمريكية اوكي الفلوشي دي طبعا ايام الثوره كله قفل صح كله قفل ايه ده ايام الثوره المحلات دي كلها قفلت صح قفل كله يقفل مفيش كله نايم في الشارع كله نايم مفيش عربيات بتيجي هنا مفيش عربيات بتخش لغايه هنا بتروح اي مكان بتروح من ورا بقى كده كل الشوارع ده كده من طول بالعرض لغايه كوبري قصر النيل كلها مقفوله كلها ناس قاعده هنا كده كان عدد السكان عدد الناس اللي هنا حوالي كام يعني لا كتير كتير ما كان بالظبط ما اقدرش اقول لك لكن كتير جدا صح؟ كتير جدا الثورة والله ما ولا كان ليها لازمة خالص الثورة